أنا مروان محفوظ من ضيعة تعتبر هي بوابة البقاع اسمها المريجات. هالضيعة الحلوة اللي على هالطل الحلو هاي واقفة على كتف سهل البقاع، والسهل قدامك مرجي حلوة أو سجادة حلوة بألوان بالبقعة بلون جنان عمد النظر. أنا رميت بهالضيعة، نشأت هواها وشربت ميتها. كان أيام الطفولة أيام حلوة، كانت يعني هيك فيها برائس الضيعة والحنا والرفقات، إلى أن فيما بعد يعني انتقلنا على بيروت حتى نصرفوها. الأول درست من أستاذ كبير اسمه أستاذ سليم الحلو، هذا درس كبار الفنانين بهالشهر، كان كبير العمر لحقته أنا بس، ودرسني بعض المرشحات والإيقاعات والأنغام، فدرست عنده فترة. وبعدين قال لي يعني ليش تضل مثلا تاخذ مادة أو مادتين، تدخل على المعهد الموسيقي كونسرفتوار بصير يعني عندك مجال أكبر أنك تاخذ مواد اكثر من الصوفيج للتيوري للنظريات كثير، حتى الاداء الغنائي يعني اللفظ خارج الحروف كيف تلفظ الحروف المفخمه والمخففه والا ما هم ممكن. أنا بأثناء الدراسة يطلع برنامج بالتلفزيون، ما كان في غير تلفزيون واحد بلبنان أقدم برنامج فيه اسمه رشاد البيبي، برنامج لقوة طلعت وغنيت فيه طبعا مأثرين للأستاذ وديع الصافي، كل الأغاني الحلوة للأستاذ وديع اللي تعتمد على الصوت اللي هي بطريقة يعني موال، انما الموال ملحن يعني يعملوا الاستاذ وديع، مش تصلي الصباح وتكتك العصر ويختي نجوم الليل ولو العيش يا بيه العيش صبرت الغياب وهالمجموعه الاغاني. اثناء الظهور على التلفزيون بيشوفني الاستاذ عاصر الحبيب، كمان الاستاذ وديع الصافي بعد ما تعرفت عليه شخصيا، فبيستدعيني لعنده بيقول لي انت ان شاء الله مستقبلك كثير منيح، راح تكون يعني لك مستقبل لا بأس فيه، وشجعني كثير وكذا، وبقيت صداقتي مستمرة فيه لغاية اليوم الله يطول عمره. وترجم هالأشياء هيدي بأغاني لحن لي إياها هو ألحانه، كما بالوقت نفسه شافني الأستاذ عاصر الرحباني كمان استدعاني على المكتب اللي عنده، وعند الأستاذ عاصر كمان قال لي سمعته هيك أشياء موال عتابة وأغاني ريتميك مثل يام الضفاير، فقال لي خلاص بدنا نضمك للفرقة معنا وكذا. فرحت كتير لأنه كانت وقتها أنك أنت تكون مع الأخوان الرحباني وفيروز شغلة كتير كبيرة، فالحمد لله يعني وبقيت معهم تقريبا 10 سنين، عملنا أعمال طويلة عريضة. عملنا أعمال طويلة عريضة غنائية ومسرحيات تلفزيون سينما، بسفر برلك مثلا مسرحيات كتير عديدة، من بلشنا من مسرحية دوليب الهوى
وبعدين عندنا عيلو هلا والملك كمان اشترك فيه هلا والملك. بعدين الشخص يعيش يعيش جبال الصوان ناطورة المفاتيح الى ان وصل اخر عمل اللي عملته معهم. بعد المحطة عملنا باب علبك سنة 73 عملنا قصيدة حب وهذا كان اخر عمل لي مع الاخوان الرحباني كمسرح. Thank you.